بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رمضان كريم، تنتمنى لكم الصحة والعافية وكل اللي تمنيتوه يجيكم إن شاء الله. الحمد لله والشكر لله على المتابعين الزوينين ضريفين، كل شيء اللي تيجيني من تعليقات إيجابية الحمد لله. تنتمنى لكم السعادة داخل المغرب وخارج المغرب. اليوم إن شاء الله بحول الله وقوتي جبت لكم واحد وصفة زوينة، وغادي تهنيكم من التابعة ديال الفلوس. اللي عنده التابعة دخلوا عندي شي عيالات تيقولوا بأن الفلوس يمشيوا لهم، الدار الذهب يمشي لهم. اليوم إن شاء الله غادي نهضر على هذا الموضوع. المهم ديك التابعة في الفلوس وعندها الجن الخاطف اللي تيخطف. المهم خاصة ترقي المكان اللي هي فيها، المكان اللي هي فيه بحال المحال ديالها، بحال البيت، بحال فين تحط الفلوس. ديما تحط الملحة، تحط الملحة وتحط شوية المسك، الملحة وشوية المسك. المسك تيهرب منه الجن، والملحة تتهرب منها الجن. نحاولوا ديما نطهر المكان، ونطلق سورة البقرة، ونطلق أيها الكافرون، سورة أيها الكافرون نطلقها في الدار. إذا كان عندك سميتو، كان عندك، كانوا العمار أو الجن اللي تيخطف الفلوس، يحاول ما غاديش يبقى عندك. الحمد لله، إن شاء الله بحول الله تعالى وبركته. اليوم غادي نحاولوا في هذه الأيام الأخيرة اللي تتكثر فيها الأسحار، نحاولوا نرقيو ديما، نطهروا الدار بالملح والماء. اليوم نهضر على جذب البركه في المال اللي غادي نحطوها ان شاء الله في ليله القدر. غادي نحاولوا نبوركو فلوسنا باش العام كله تبقى عندنا البركه في المبالغ اللي غادي نديرو، ولا البسطام ديالنا اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله. المهم ديما يكون بسطام احمر، ديما تنقول لكم بسطام يكون احمر او بني، يكون احمر او بني، هادو من الجدب اللي تيكونوا فيهم الجدب المال. ان شاء الله غادي نهضر معكم على هاد الوصفه في ما تنساوش ليله القدر، ان ليله القدر عظيمه عند الله سبحانه وتعالى، ونختموا بها وتكون ان شاء الله فال ديال الخير للمؤمنين والمؤمنات. تنبغي الناس كلهم تنزل عليهم وتحل عليهم البركه ويكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. غادي ناخذوا ليله القدر، غادي ناخذوا البابونج وغناخذوا الحرمل وغناخذوا شويه المسك. تنهضر على الناس اللي عندهم الفلوس ما فيهمش البركه وقلت هذاك، والتابعه ملي شدوها تتمشي ما تبقى عندهم حتى حاجه. يقدروا اليوم يتخلصوا والغد ليه ما تبقى عندهم حتى حاجه، كل شيء تيمشي. تيقولك انا خرجت ولكن ما عنديش البركه في الفلوس. اول حاجه غنبداو بها هي سوره الكوثر. يوميا الناس اللي عندهم هذا المشكل تيتخطفوا لهم فلوس وتيتغدروا لهم، نحاول نقرا سوره الكوثر، انا اعطيناك الكوثر، نقراها 100 مره، نقراها 100 مرة لتفادي هذا المشكل، يكون عندي البركة في الفلوس. الوقت اللي نصلي نخرج 50 مرة، 20 مرة، 30 مرة، يوميا نخرج 100 مرة إن أعطيناك الكوثر. المهم البخور اللي غنديرو ليلة القدر هو فيه سرغينة، سرغينة هي اللي سرغينة مزيانة للدراري الصغار، مزيانة للبركة، مزيانة للجن. سرغينا الناس يديروها على التوابع اللي تتكون عند الانسان ومن عند الله فيها ريحه طيبه. هي سرغينا فاحنا تكون عندنا عواد، ولكن احنا في المغرب طوروها وخلوها، قطعوها طريفات وخلوها على شكل بخور، وتزيدوا معاها بخور طيب وتتولي تيديروا فيها الوان. هي سرغينة مخلطة مع بخور ديال الحج. هي اللي فيها الألوان بالأخضر والأحمر. سرغينة هي
راه حتى في العمرة حتى في الحج حتى في الناس اللي في اوروبا راه تتباع في واحد الطبيصلات صغيورين، حتى في الخليج حتى في الامارات هي ترغينا تيديوها من المغرب تيديوها في هذه تيديوها للدول العربية. سرغينة كاينه سرغينة عواد وكاينه سرغينة بالالوان، هذه نتبخر بها ليلة القدر، نقرا عليها سورة إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، نقرأ على 7 مرات الفاتحة والفاتحة وإنا أعطيناك الكوثر، نقرأ على 7 مرات ونطلقها في الدار، نطلقها ليلة القدر، الليلة اللي غادي يكون فيها 26، الليلة ديال 27 هي 26 ليلة القدر، نبخروا بهذا البخور الطيب اللي تحف الملائكة وتجيب الرزق، ونشدو هاد نشدو البسطام اللي ديال او المحفظة ديال الفلوس، نبخروها بهاد البخور، هاد البخور اللي قريتو عليه الفاتحة 7 مرات وقريتو عليه إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانك لهو الأبتر. المهم نقراها على هاد البخور، وندير واحد نبخرو مزيان، حتى الانسان اللي تيمشيو له الفلوس تيمشيو له الذهب، ديما البلاصه اللي تتحط فيها الفلوس تحاول دير هاد البخور ديال سرغينه، ودير دير دير شويه الملحه والحرمل وهذا والمسك، المسك تيهرب منه الجن. الا كانت الدار عندها عمر مزيانيش، طلق سورة البقرة وطلق سورة الصافات. سورة الصافات راه صالحة لعمار الدار، وتي اللي كانوا عمار الدار تيكونوا شوية واعرين ولا هذا، تتحاولي تصلحيهم باش تعيشي معاهم في المكان، لأن الدار اللي كانت عندك فيها مسائل أو سحر أو شي تيبانوا لك شي علامات خاصك انتي تخدمي عليهم. وندير في المحفظة ندير شوية بابونج مزيان، تيجلب الحظ وتيجلب الطاقة الإيجابية، وندير معاه الحرمل وشوية المسك، نقرأ عليهم إن أعطيناك الكوثر والفاتحة، مرة الفاتحة ومرة الكوثر، نقراها ونجمعو بحال هكا، نجمعو على أساس أنني غادي نديرو في المحفظة وندير معاه الفلوس. أنا نكون بخرتها بالبخور ديال سرغينة، ونحط فيها الفلوس اللي الفلوس اللي بخرت هذا البسطام او المحفظه، بخرتها ببخور طيب، مقري عليه سوره ان اعطيناك الكوثر، الفاتحه 7 مرات والكوثر 7 مرات، الكوثر مزيانه، وهذا سميته الماء والملح اللي نوصل بها الطاقه السلبيه في الدار اللي تتكون عندي فيها التوابع وفيها التابعه، ونخلي بابون شويه الحرمل وشويه المسك نديرو في المحفظه ديالي على اساس انه وتكوني مبخرها على أساس أنها تكون إن شاء الله مباركة من العام إلى العام، لأن درتيها في شهر رمضان، شهر رمضان الجاي إن شاء الله باش يحف عليك الخير والبركة، وتكون عندك طاقة إيجابية في جذب المال، لأن كاع الناس يديروا الأسباب والنية أبلغ من العمل. الناس اللي تيكذبوا بشي حوايج، القرآن ما فيش كذوب، تأمني بشي حاجة تقوليها بسم الله، وتأمني الله هو اللي حط بسم الله، راه الله هو اللي قادر بهذيك الحروف ديالو، بالكلمات ديالو، بالطيبات ديالو، وبالنورانيات ديالو. حاولوا انكم اللي ما عندوش ايمان في شي امور ما يدخلش القناة كاع، وكاين اللي تيدخل القناة باش يعير. حاجة وحدة اللي تنقول، مادام دخلتي لواحد القناة وانت ما باغيهاش، من الاحسن ما تدخلش ليها، وما تدخلش انك على اساس شهر رمضان تسيء الناس. حاول انك الله يهديك ويهدي جميع المسلمين.
نحاول نقول كلمة طيبة بحق أخويا أو أختي، هي صدقة. تيلا ما قدرتش نحاول نبعد ونبعد من البلاء، لأن أي حاجة قلتيها في هذا شهر رمضان عندك ملك على اليمين وعلى اليسار ويقول لك ولك بالمثل، عندك حقك. وأنا تتضاعف ليا تتضاعف ليا تتضاعف ليا حاجة واحدة، هي تناخد لك من حسناتك. كل شيء أنا مستفدة منه، الحمد لله الحمد لله والشكر لله. ما نطولش عليكم، لأن الحمد لله والشكر لله أنا مع الناس اللي تيبغيوني، وتنشكرهم وتنقول لهم شكرا على الدعم ديالهم وعلى لي لايك ديالهم وعلى تيت ابوناو عندي. المهم الحمد لله تنطلب الدعم مازال، وتنطلب أنكم تكونوا معايا ديما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.